نروح بقى لاخبار النادي الاهلي اللي طبعا بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهه طلائع الجيش في السوبر المصري بكره ان شاء الله يوم الثلاث، واللي هتقام هذه المباراه على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية. الأهلي كان أقام معسكر مغلق بالإسكندرية ليستعد من خلاله لمباراتي طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري وإمبي في الدور 16 لكأس مصر يوم 25 من سبتمبر الجاري. الأهلي كان خاض مباراتين وديتين أمام بتروجيت والمقاولين العرب قبل ما يدخل في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية. النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لكم في مقدمة حلقتنا هيكون لنا كلام كتير قوي مع ضيوفنا عن مباراة السوبر.